اسم الصيفة الاسم دادي تسولي خديجة، رئيسة جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن. إذا نعيش اليوم عرسا كبيرا بحضور هذه الجماهير الغفيرة، هذا الحفل الخيري التضامني الذي يقام بمناسبة سابع مولد النبوي الشريف. والمناسبة الأخرى هو أن الهدف من هذا الحفل جزء من المداخل ريعها لدار الأيتام التي تم شراؤها السنة الماضية، وهذه السنة نحن يعني في حالة إصلاح. والجزء الآخر من مداخل هذا الحفل الخيري التضامني هو لفائدة منكوبي الزلزال، وطبعا الهدف هو أن يكون هناك تضامن وأن يكون هناك تعاون. هذا الحفل الذي دأبت عليه جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن كل سنة إقامته، وذلك من أجل إدخال الفرحة والسرور على الأسر المتضررة وعلى الأيتام وعلى الأرامل، وتوفير عيش كريم لهن إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا لموقع طنجاوي على التغطية الإعلامية للحفل الخيري الكبير المنظم من طرف جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن. شكرا لهم جزيل الشكر على هذه البادرة الطيبة النيرة يتقدمون بها، وحنا بطبيعة الحال ما نرجعوش للور، حنا بطبيعة الحال حنا معاهم. وشكرا للجمهور الطنجاوي على الحضور ديالهم، على المحبة ديالهم، على الشغف ديالهم، جمهور جد متعطش. وكذلك الإشارة الحفل الخيري أنه كان سبحان الله أنه كان واحد الجزء لفائدة الأيتام، فإذا به حلت بينا هاد النازلة هاد النكبة، والحمد لله جزء آخر تقدم لفائدة المتضررين الزلزال، والحمد لله اللي نجح هذا الحفل هذا هو الجمهور الطنجاوي الرائع ديالو بالحضور ديالو بالكثافه ديالو. الحمد لله انه لبى النداء، ونطلب الله عز وجل نتقابل معهم في المره القادمه ان شاء الله تعالى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.